والآن مشاهدينا صار جاهز ويانا حمزة الرفاعي من سمراء. أكيد يسعد صباحك يا حمزة، وأهلا وسهلا بك ويانا. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بكم. صباح الخير عليكم على متابعينا الكرام جميعا على قناة ديجيتال الفضائية، حياكم الله. تحياتنا لك حمزة. حمزة، يعني يمكن أنت عندك موهبة، مو أي موهبة، ومش أي أحد كمان ممكن يمتلك هاي الموهبة الحلوة اللي كتير عندك. طبعا اليوم حابين نعرف في أي عمر أنت اكتشفت هذا الموضوع وهاي الموهبة، ومين كان الداعم الأول لإلك؟ نعم، طبعا بداية أحب أشكر قناة ديجيتال الفضائية على هذه الدعوة الكريمة. أنا بفضل الله تعالى بدأت هذه الموهبة منذ الصغر، يعني من مرحلة الابتدائية، من كان عمري تقريبا 9 سنوات، أنه اكتشفتها أنه كان عندنا في إحدى الدروس المدرسية درس نشيد، فطلبت المعلمة من كل طالب أنه يقرأ نشيد، يعني فكان ولا طالب أنه عنده الجرأة اللي يتقدم أمام الطلاب يقرأ النشيد يعني. فأنا كنت في السابق أحفظ الأنشيد، لكن ما أعرف، ما مجرب إذا كان صوتي يعني يصلح أن أكون منشد أو لا. فقمت أنا أمام الطلاب فقرأت النشيد، المعلمة في وقتها انبهرت، يعني قالت أنت ما شاء الله تمتلك صوت جميل ويعني ممكن تكون منشد. فبعدها قدموني في احتفالات تكون بالمدرسة، يعني مناسبة المولد الشريف. حلو. فمن هنا يعني انطلقت واستمرت الحمد لله، بدأت بالتدريبات وما شابه إلى هذا الحال. حلو. حلو. طيب حمزة، اليوم أنت يعني مشاركاتك في المسابقات أو الألقاب اللي حصلت عليها وكل هذه الأمور، يا ريت لو تحدثنا عنها أكثر، أو نعرف أنه أنت أخذت لقب أفضل منشد في العراق، فمتى حصلت عليه وهل كنت مشارك بمسابقة وقتها؟ نعم، طبعاً بديت بالمسابقات أو المشاركات كانت منذ الابتدائية طبعاً، إنه كانت عندنا بالنشاط المدرسي طبعاً، هي هاي الشيء اللي يعني نأكد عليه وكلش مهم، إنه دعم للطلاب، إنه مسابقات للقرآن الكريم للإنشاد في كل الاختصاصات طبعاً، فكان باختصاصي إنه، فبدأت من هالمرحلة إنه أشارك في مسابقات النشاط المدرسي، والحمد لله كنت أتأهل وحصلت أكثر من مرة على سنتي على توا لقب العراق، منشد العراق، وبعدها قارئ القرآن الكريم الأول على العراق في النشاط المدرسي في سنوات 2007-2008. ما شاء الله. بعدها أنه الشخص يعني لما يتأهل على مدينته يذهب إلى يكون أعلى، يكون على مستوى المحافظة، بعدها على العراق. الفضل الله تعالى لما تأهلت إلى المسابقات الدولية. نعم. في إحدى المسابقات طبعا حصلت على كثير، شاركت في كثير من المسابقات الدولية، أهمها أنه كانت مسابقة التحبير القرآن الكريم عام 2017، حصلت على المركز الأول في أبوظبي. حلو. وهذا القرآن الكريم، ومسابقات عديدة مثلا في كندا، في الأردن، من ضمنها ايضا مسابقه الزمن الجميل كانت ايضا في ابو ظبي، منشد الشارقه في الشارقه، في العاصمه الاردنيه، في سوريا، في اليمن، في المغرب، يعني كثير من الدول العربيه والاوروبيه. نعم. لقب افضل منشد حصلته في 2019، انه كانت تاهيلات لمسابقه مصر بورسعيد، فكانوا تقريبا كل الشباب يعني بعمري نافستهم، الحمد لله حصلت على اللقب الاول على التاهل الى هذه المسابقه، فكنت ايضا مرشح، فصارت الاحداث مال كورونا فتاجلت المسابقه، فاختاروا انه يعني في هذا الوقت انه افضل منشد، يعني كان اللقب الاول حاصل للتاهيل للمسابقه هو كان صاحب اللقب، والحمد لله كنت انا صاحب اللقب، وتكرمت وقتها في من قبل رئيس ديوان الوقف السني. نعم، ما شاء الله عليك. طيب حمزه، لو بدنا نحكي اليوم عن الانشاد الديني بالعراق، يعني من وجهه نظرك هل انتم عم تحصلوا على الاهتمام الكافي كمنشدين دينيين، وفي شيء يعني مثلا بتحس انه انتم بتحتاجوا له انه يتوفر لكم اكثر لحتى تقدروا تتقدموا؟ والله حقيقة هو يعني احنا أنا يعني منشد، هو الإنشاد ليس يقتصر فقط احنا نقول ديني، لكن نقول الفن الهادف، يعني حتى كلمة منشد هي كلمة يعني نستطيع أن نقول هي غير صحيحة، يعني هو الفنان يعني، لكن الفن بقوالب عدة. صحيح. الفن الملتزم بالعراق احنا نحتاج إلى الفن، طبعا التقصير قبل ما يكون من الدعم، التقصير من نفسهم الفنانين الملتزمين، أنه الأعمال صراحة ما يقدمون أعمال تواكب يعني الفن الهادف. فبالإضافة إلى التقصير، يعني مثلا بعض إنه كثير من الفضائيات أو الشركات ما تدعم هذا الفن الهادف، يعني بأنه لقلة يعني مشاهدية وقلة متابعي، بالعكس من بعض يعني غير الدول الأخرى، ممكن في بعض الدول أنه يعني جدا مهتمين بهذا المجال، فإنه احنا نطمح أنه يعني دائما احنا يعني تجينا محطات اليأس والإحباط، أنه الكل منشد أو كل فنان يعني في هذا مجالنا أنه أبد لا يعني يمر بهذه المحطة أنه ييأس ويقف، يعني ممكن أنه ان شاء الله بالمستقبل، يعني اني وغيري من الشباب كثيرين عندنا الان في العراق، يعني كثيرين ما شاء الله شباب رائعين
ويستطيعون يوصل أصواتهم على مستوى العالم العربي، لكن أنه ممكن شوية الهمة مالتهم قليلة يعني في بعض ما. إن شاء الله بالمستقبل نطمح أن تكون إن شاء الله الفن الهادف هو رقم واحد يعني ليس في العراق لكن في الوطن العربي وفي العالم بإذن الله تعالى. نعم. إن شاء الله. أكيد إحنا دا نعمل ونقدم أعمال كثيرة يعني إن شاء الله. إن شاء الله أكيد جهودكم جميعا مباركة، وإحنا بصراحة نعم. حابين نسمع شيء منك إذا ممكن. إن شاء الله بارك الله. إن شاء الله حاضر. سمعكم إن شاء الله شيء موال عن العراق يعني وفاء من عندنا بلدنا. أكيد. قف بالعراق بلادي الآل والرسل، عين العقول وعين العلم والعمل. قف بالعراق قف بالعراق بلادي الحرف قبلته، راء الرجال وراء الصبر في الرجل. ألف العراق ألف العراق تخطت كونها ألفاً، فالألف في اليأس غير الألف في الأمل. عين وراء عين وراء وألف قافها قدر، قاف العراق كقاف القلب والمقل. الله الله عليك، يعني ما شاء الله عنك صوت رائع جدا 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 وإمكانيات أكثر من رائعة أيضا. تسلمين الله يحفظك. طيب حمزة اليوم الله. إذا بدنا نيجي نحكي كمان بموضوع آخر، إنه أنت متعدد المواهب، يعني رح نتطرق لواحدة من المواهب لاحقا، ولكن خلينا نبقى بنفس المجال اللي هو ما بين القراءة وقراءة يعني قراءة القرآن والإنشاد، وأيضا يعني ما بين كل هاي الأمور، وحتى أيضا أنت بالتراث معروف أيضا، ولكن لو بدنا نيجي نحكي اليوم إنه أنت أيضا عضو في نقابة الفنانين العراقيين والعرب، و بدي أعرف أنا مهتمة إنه أعرف كيف أنت قدرت إنك تجمع وترتب كل هاي الأمور مع بعض، وقدرت إنك أنت يعني تبدع بكل المجالات بنفس المستوى. والله هو يعني هو الأول والأخير هو توفيق الله عز وجل، يعني إحنا الحفظ الله تعالى، يعني هو الله سبحانه وتعالى يعني توفيقه هو الأول والأخير. أما الجمع ما بين هذه المواهب طبعا انه انا لي فخر طبعا وشرف انه اكون احد اعضاء نقابه الفنانين العراقيين، هاي النقابه الرائعه طبعا واللي اثبتت جهودها على مر العصور، يعني ليس في الوقت الحالي لكن في السابق والقادم ان شاء الله ايضا. فانه انا يعني حفظ الله تعالى من انا طفل يعني انه دائما اطمح اكون يعني فد رقم يعني ان شاء الله عالميا او عربيا ان شاء الله. فيعني شاغل كل وقتي، يعني انا ما عندي ساعه يعني باليوم تمر علي اذا ما تكون يعني مستثمرها، يعني مرتب ما بين قراءة القرآن طبعا، ما بين الإنشاد، ما بين التعلم، ما بين الدراسة أيضا يعني فضل الله تعالى يعني أكمل دراستي، ما بين أيضا عندي بالرياضة في مواهب أخرى أيضا، فمواكبها يعني من الصباح، أيضا عندي صاحب عمل أنا يعني فمواكب كل وقتي، يعني مخصص لكل شيء يعني في يومي إلى وقت معين، يعني أنه مثلا ممكن ساعتين معينات لقراءة القرآن، ساعتين للإنشاد، ساعتين مثلا للرياضة، ساعتين للعمل، خمس ساعات للعمل، هكذا للدراسة فضل الله تعالى، هكذا المواكب. يعني اللي يريد يوصل لفد مرحله لابد ان يمر محطات التعب، يعني كما قالوا من طلب العلا سهر الليالي طبعا، فهذا يعني احد اسباب يعني هو وصول الفضل الله تعالى يعني نعم. من استثمار الوقت نعم. طيب حمزه انت ايضا رياضيا انت لاعب المنتخب الوطني للكيوكوشينكاي كاراتيه، فايش وقت انت بديت هذه الرياضه وشلون تحول الموضوع لاحترافي ايضا وليس هاوي فقط؟
والله حقيقة طبعا موضوع الرياضة أنا كثير من الناس يسألني يعني أنت كيف تواكب ما بين الرياضة وما بين المواهب الأخرى. شوف إحنا نحب أن أقول للناس أنه يعني الرياضة هو كل شخص يحتاجها. يعني اليوم أنا يعني قالوا إنه الرياضة تحتاجها ممكن استثمرها حال الطعام. يعني يكون إحنا ممكن في بلدنا ما مهتمين إلها، لكن في بعض البلدان إنه عندهم الرياضة من أطفال من المدارس يهتمون بها لأن هي الصحة الجسدية. يعني كما قالوا العقل السليم في الجسم السليم. بدأت بالرياضة طبعا منذ الطفولة، يعني فترة خاصة فيها لعبة الكيوكوشينكاي كاراتيا. صراحة جربت أكثر من لعبة، جعلني أتمسك بهاي اللعبة أنه شفت بها فت شيء لا يوجد في باقي الرياضات، أنه بها روح الفريق العائلة. يعني باقي الرياضات ممكن يعني طبعا ولا أني استنقاصا باقي الرياضات، لكن هذه اللعبة يعني أنه تكون كأنه في عائلة إحنا واحدة. يعني تكون جلساتنا يعني مثل العائلة بالضبط، يعني في خارج وقت التمرين وليس في وقت التمرين يعني فقط. فبدأت بهذا الرياضة منذ الطفولة طبعا، وانقطعت فترة بسبب الظروف يعني وسفر يعني خارج البلد. فرجعت للرياضة منذ سنوات بفضل الله تعالى، يعني بدأت بمشاركات مسابقة بطولات من محلية، ثم انتقلت إلى بطولات على مستوى العرب يعني وعلى مستوى إن شاء الله العالم، وعندي إن شاء الله بطولات قادمة بإذن الله تعالى. فحصلت بعض المراكز بالنسبة لي كلاعب يعني، ومثلت العراق في أكثر من محفل دولي يعني في هذه البطولات، وخضت مع المنتخب الوطني. وأيضا أنه أنا أعمل كحكم يعني، يعني حكمت في كثير بطولات دولية ومحلية. والفضل الله تعالى انه نجحت يعني انه كوني كحكم وكلاعب باذن الله تعالى، واطمح ان شاء الله للمزيد يعني القادم. نعم صحيح. نعم حمزه، يعني انا هذا بدي اتطرق له انه تجربتك كحكم دولي بهاي اللعبه وبهاي الرياضه، يعني احكي لنا عن التجربه واحكي لنا عن طموحك ايضا بالمستقبل لمثل هيك رياضه. نعم والله طبعا هو يعني هو شعور جميل جدا طبعا انه يضع رئيس الاتحاد طبعا وجه له تحيه الهانش عمار، اكيد انه يضع يعني هذه الثقه انه كلاعب، انه دائما احنا كما نعلم انه الحكام يكون عمرهم كبير بسبب انه يعني لازم يمتلك خبره. يعني الحكم هو لازم كان انه لاعب وكان مدرب وبعدها انتقل الى حكم، فيكون لازم لديه الخبره الكافيه انه حتى يحكم، لانه هو يعتمد الفوز على الحكم، يعني فوز اللاعبين هو على الحكم. فانه وضعوا بي هاي الثقه، وانا طبعا ان شاء الله اكون على حسن ظنهم واشكرهم ايضا. فضل الله تعالى انه يعني حكمت في اكثر من بطوله، فكان يعني اللي يعني احظى باهتمام كبير من البلدان الاخرى طبعا في غير العراق، وايضا في العراق الحمد لله، انه كنت يعني امتلك الخبره الكافيه وامتلك القرارات المنصفه طبعا في بدايه الطريق، وان شاء الله في مرور الايام القادمه ومرور السنوات القادمه ان شاء الله يعني بإذن الله أطمح أن أكون يعني أحكم في التحكيم أنه بطولات عالمية، يعني مثل بطولات العالم الكبرى يعني هكذا. فهو يعني شعور صراحة جدا جميل. ممكن مرات أنا أذهب في بطولة لا أستطيع اللعب بسبب إصابة بسبب كذا، فأنه ما أستثمر الروح يعني ذهابي لهذه البطولة أنه حكم، ممكن في بعض الأحيان يعني مساعد مدرب هكذا يعني. حلو. نعم يعني بصراحة حمزة أنت تستحق إن شاء الله أنت أنه تصل إلى هذا المستوى. أنت شخص رائع تملك العديد من المواهب، بنفس الوقت يعني مبدع في جميع المواهب والمجالات اللي تخوضها، فأحنا بدورنا نتمنى لك كل التوفيق، ونشكر أيضا وجودك ويانا لهذا الله اليوم. الله يحفظكم عيني وبارك الله بكم. طبعا أنا أحب أشكركم والله، أشكر هذه القناة الأكثر من رائعة، وأشكر حضراتكم سيداتي. إن شاء الله يعني إن شاء الله اللقاء الآخر يكون شيء أفضل بإذن الله تعالى وأكثر إن شاء الله إنجازاً. وهذا طبعاً يعني هو هذا مو مني، إنه هذا فضل بلدي وفضل يعني فخري هو لهذا البلد، يعني إنه أمثل العراق إن شاء الله. ورسالتي إنه أخيرة للشباب إنه يعني أنت تمثل بلدك وتمثل مدينتك، إنه أسعى وتعب عن نفسك واستثمر وقتك، أنت في الآن في يعني طموح جداً هكذا. نعم جزاكم الله خير وبارك الله بكم. نعم حمزة، قبل ما نختم معاك هيك حابين انك نسمع بالختام هيك شيء على ذوقك. نعم ان شاء الله سمعكم شيء طبعا، بما انه الام يعني عزيزة علينا، وهي سمعكم ان شاء الله موال عن الام بسيط باذن الله تعالى. نعم تفضل. انت الامان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان، عندما تضحكين
تزهر الحياة في طريقنا، نحس بالأمان. أمي 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 أمي، نبض قلبي نبع الحنان، كل لغات العالم تنطق باسمك أمي، وتضم شفاها وتنادي لك يا أمي. ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي، يا ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي. تحياتي. الله الله عليك. أكيد الله يحفظ أمهاتنا ويرحم المتوفين منهم. شكرا لك يا حمزة، شكرا جزيلا، نورتنا.